وهذا اللقاء التواصلي يندرج في سياق ردود الأفعال القوية اللي خلفتها الدورية الوزارية 750، واللي المراد نتاعها والهدف من وراءها اللي احنا كمهنيين موقفنا منها هو انها تمريرها سينجم عنه تشريد مجموعة من المهنيين على اعتبار ان مقتضياتها تلزم مستغل سيارة الأجرة حتى وإن كان مرتبطا بعقد نموذجي مع مالك المأدونية أن تسحب منه المركبة في حالة ما إذا تعذر على ذوي الحقوق بين قوسين طلب تقديم طلب تحويل المأدونية، أو في حالة ما إذا يعني ذوي الحقوق لم تفهموش بيناتهم على من سيقدم الطلب، وبالتالي السائق المهني سيكون رهينة لمزاجية ذوي الحقوق ولمزاجية مالكي المأدونية، مع العلم أن المأدونية في الأصل هي امتياز شخصي، وبالتالي هذا الامتياز وباش نجسده إذا كنا فعلا كان آمنوا بشي حاجة اللي سميتها الدولة الاجتماعية، علينا بالدرجة الأولى نحافظوا على مناصب الشغل ونحافظوا على موريد الرزق نتاع المهنيين. طريقة سهلة أعتقد أنه باش نحافظوا على موريد الرزق نتاع المهنيين هو أنه كما تعطى هذا الامتياز للمجموعة من الأشخاص، وللعديد فيهم ما كتوفرش فيهم الشروط، منهم ميسورين، منهم قصار، منهم رضاع، منهم رياضيين، منهم فنانين كبار، يعني ما محتاجيش لهذه المأدونية. هذه المأدونية تحول السائقين المستغلين أو لا السائقين اللي كتوفر فيهم شروط موضوعية بحال الأقدامية، بحال الحالة الاجتماعية، بحال السن إلى آخره. ولكن باش الوقت اللي كنا احنا كنسعاو وكنقولوا باللي أن المدخل الحقيقي لإصلاح القطاع يمر بالضرورة عبر تأهيل الإطار التشريعي المنظم للمهنة، كانت فاجئوا بهذا الدورية الوزارية اللي هي غير ملزمة قانونيا على اعتبار أنها دورية كتعلق بالإدارة لا أقل ولا أكثر، واللي شفناه أن مجموعة نتاع العمالات وتحديدا في تازة وفي قرسيف اجتهدت في التطبيق نتاع هاد الدورية حتى قبل صدور قرارات عاملية متوافق بشأنها. إذن الحراك نتاع مهني سيارة الأجرة مستمر، الحدود يعني إسقاط بعض البنود المجحفة في هذه الدورية. أولا يعني هذا اللقاء التواصلي بمدينة مكناس بين يعني الكتاب الوطنيين ومجموعة من المهنيين قطاع سيارة الأجرة من المستغلين وكذلك المهنيين تيجي في إطار يعني إصدار بعض الدوريات الثلاث 444 336 750، وكان لابد من يعني نقاش هذه الدوريات لأنهم فيهم ما هو إيجابي وما هو سلبي، وخاصة في الدورية 750 التي يعني أنزلت بغير تشاور مع الكتاب الوطنيين أو مع المهنيين بالأحرى. فالدورية 444 أنزلت يعني في فترة معينة، وهو الاتفاق الذي حصل ما بين وزارة الداخلية وبين يعني الخماسية، ونتمنى يعني أن هذه الدورية هذه ترقى إلى ما هو أفضل، وكذلك الدورية 336 التي جاءت في سياق يعني التغطية الصحية بالنسبة يعني للقطاع ديال قطاع سيارة الأجرة، علما أن هذا المشوار هذا جاء في السياق العام ديال الخطاب ديال جلالة الملك الذي يعني أعطى التعليمات ديالو بأنه لازم يعني تكون واحد التغطية صحية لمجموعة من المغاربة تقدر تقريبا ما بين 24 مليون أو 25 مليون نسمة. فنحن نتمن هاد الأمور هذه، ولكن الدورية 750 جاءت ببعض المضامين التي صراحة ممكن أن تشرد بعض المهنيين، ممكن وخاصة في إطار ما هو يعني سحب المأدونية أو توقف المأدونية إذا لم يكن يعني ملف ديال التحويل أو ما كانوش مثلا ذوي الحقوق. فمن هذا المنبر هذا تنقول بأنه خص يعني وزارة الداخلية تراعي ما هو اجتماعي، لأنه حنا دائما تنقولوا الاستمرارية ديال العمل، لأنه من خلال الاستمرارية هذاك المهني ممكن أنه غيؤدي
يعني ما عليه في إطار يعني التغطية الصحية وكذلك التقاعد. إذن إلى السيد تشرد هذا فما مآله؟ إذن تنطلبوا يعني وزارة الداخلية باش توقف على هذه البنود هذه وتحاول تجودها في إطار واحد التشاور مع المهنيين عبر يعني التراب الوطني. احنا اليوم في سفينة واحدة، كلنا مهددون من طرف هذا الدورية ديال 750. احنا سنطلبوا من سيدنا الله ينصره ومن الوزارة بعدم سحب رخص سيارة الأجرة من أصحابها وتكمل العملية ديال التعاقد مع الناس اللي هما مستغلين حتى يعيش كل شيء، لا السائق ولا المستغل ولا أرباب سيارة الأجرة، كلهم في سفينة واحدة، كلهم عايشين منها باش ما يوقعوش في الهشاشة وما يوقعوش في الفقر. وكذلك احنا تنطلبوا بالاستمرار ديال العقد في حالة ما إذا أن ذاك الإنسان صاحب سيارة الأجرة ما بغاش يستغلها مباشرة، فعله الحق أنه يتكمل هذا الشهادة ديالو، العقدة مع ذاك الإنسان هذاك والإلزامية ديالها. أما إذا التزم بالشرف ديالو بأنه غادي يخدمها ليه ولا لولاده فما في ماشي مشكل أنها ترجع لصاحبها. سنطالبوا بتطبيق القانون بحق أن العقد شريعة المتعاقدين، إلى حكمة المحكمة أنها ترجع لصاحبها وأنه غادي يستغلها تعاود ترجع لصاحبها. نطالبوا بمنح رخص ثقة لأصحاب المعدنيات بغض النظر عن السن وبدون قيد أو شرط، وسنطالبوا بمنح المساعدة والتسهيلات لأصحاب سيارة الأجرة وأصحاب المعدنيات باش يجددوا السيارات ديالهم ويتعطى لهم الدعم من الحكومة باش يغيروا هذه السيارات بدون قيد أو شرط.